أهلا بكم إلى نشرة إخبارية جديدة من قناة المكلا، والبداية بأبرز العناوين. الخارجية الإماراتية: دولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على الهجمات الإرهابية الحوثية. رئيس الوزراء في حكومة المناصفة يؤكد أن انتصارة شبوة عادت الأمل باقتراب الخلاص من المشروع الفارسي. هلال الإمارات يواصل تسيير القوافل المساعدات الغذائية لذوي الدخل المحدود بمديرية بيحان العلياء بعد تحريرها. الوكيل عبدون يتفقد سير الدراسة في عدد من مدارس مديريتي ساه وتريم. قيادة الهبة الحضرمية تقف أمام آخر التطورات وتصدر قرارات لتخفيف معاناة المواطنين.